كتاب إدارة السمعة. لماذا اخترت هذا العنوان بالضبط إدارة السمعة؟ هو فن وبعد جديد غير موجود في الوطن العربي، بينما هو المقالات اليومية التي تكتب عن استراتيجيات إدارة السمعة وعن إدارة السمعة وعن معهد السمعة في العالم بشكل يومي، لا يعني لا أكاد يعني أحصي عدد المقالات اليومية اللي تكتب فيها، بينما الوطن العربي غافل تماما عن هذا البعد، غير موجود فيه. إيش الفرق بين السمعة وبين الصورة الذهنية؟ أنا في كتاب الآن على وشك تشطيبه النهاية في اللي هو الصورة الذهنية وفرق بينهم. الفرق بين الصورة الذهنية وإدارة السمعة، الصورة الذهنية هي انطباع. انطباع أنا الآن، أنت لما جلست معي الآن المشاهد شاهدني أول مرة قال هذا ثقيل دم، أو قال والله شكله خفيف كويس. دم، لا والله لطيف، على حسب. يتشكل عند المشاهد انطباع أولي. هذه الصورة الذهنية يحتاج يتابعك حتى يبدأ يحاول يجيب معززات تعزز الصورة الذهنية اللي موجودة عنده. بس إدارة السمعة هذا مشروع كامل استراتيجي كامل لتتشكل على مدى سنوات وعلى مدى أعوام، فتصبح عندك هذه السمعة. والسمعة الآن أصبحت ترى بعض الدول الآن أو يعد إداريا ترى جزء من، شفت أنت عندك الآن كاميرات صح، وعندك استوديو إذا جيت تبغى تبيعه، هذه من الأصول الموجودة. صحيح الآن صحيح. يعد السمعة أصول. أضرب لك تقيم مثال. تقيم. أضرب لك مثال، لو بجي الآن أجيب القناة مثلا المجد العلمية، وبجيب المجد العامة، وبجيب ماسة، وبجيب دال، وبعرضها كلها للبيع، تلقى أسعارها متفاوتة. ليش؟ جداً مختلفة. بناء على السمعة، فهي تراها أصبحت من الأصول وهي مهمة جدا يعني في هذا الجانب. جميل. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.